السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد بعنوان أنا أصلي مع الطريقة الصحيحة للصلاة. هيا بنا نبدأ. عودنا نبدأ بخطوات الدرس. أولا القرآن والدعاء وعرض الهدف ومناقشة التهيئة. سنشاهد فيديو عن الطريقة الصحيحة للصلاة ومعرفة خطوات الصلاة، ثم سنتناقش في خطوات الصلاة، وسنشاهد فيديو أيضا عن التشهد، وسنتعرض لبعض المواقف عن خطوات الصلاة، وأخيرا ستذهب إلى ملف الأنشطة وتختار النشاط المناسب لك. هيا بنا نبدأ. القرآن والدعاء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أما عن دعاء اليوم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هدفك اليوم أو مهمتك اليوم تشرح الطريقة الصحيحة للصلاة، وسنتعلم اليوم عن صلاة الفجر وهي ركعتان. التهيئة: انظر وتحدث، ماذا أفعل قبل الصلاة؟ ماذا علي أن أفعل قبل الصلاة؟ أحسنتم، أفعل قبل الصلاة أتوضأ، والجميع يعرف الطريقة الصحيحة للوضوء. بعد ذلك علي أن أبحث عن اتجاه القبلة. هيا بنا نبدأ. شاهد هذا الفيديو ثم تحدث كيف تصلي. السلام عليكم أصدقائي، سنتعلم اليوم مع بعض كيفية الصلاة. بعد أن تتوضأ تنوي بقلبك الصلاة لله تعالى، ثم تتوجه إلى الكعبة يعني باتجاه القبلة بكامل بدنك، ثم تقيم الصلاة كالآتي: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم ترفع يديك حذو منكبيك وتقول: الله أكبر. وهذه هي تكبيرة الإحرام التي تبدأ بها الصلاة. ثم تضع كفك الأيمن على كفك الأيسر، ثم تقرأ دعاء الاستفتاح سرا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم تقرأ سورة الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم تقرأ ما تيسر لك من القرآن، وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد،
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ترفع يديك للتكبير وتقول الله أكبر، وتنحني بظهرك واضعا يديك على ركبتيك فارقا أصابعك، ويكون ظهرك مستقيما ونظرك محل سجودك، وتقول سرا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم ترفع رأسك من الركوع واضعا يديك حذو منكبيك وتقول سمع الله لمن حمده، وعندما تستوي قائما تقول ربنا ولك الحمد، ثم تسجد وتقول الله أكبر، وتسجد على أعضائك سبعة وهي: الأول الجبهة والأنف، الثاني والثالث اليدان، الرابع والخامس الركبتان، السادس والسابع بطون أصابع الرجلين، وتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وتباعد عضديك عن جنبيك وبطنك عن فخذيك وفخذيك عن ساقيك، وتجعل يديك حذو منكبيك، وتكون على أطراف قدميك مستقبلا بأصابع يديك وقدميك القبلة، ثم ترفع من السجدة الأولى وتقول الله أكبر، واضعا كفيك على فخذيك وناصبا رجلك اليمنى ومفترشا قدمك اليسرى، وتقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. ثم تسجد السجدة الثانية مكبرا الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم تقوم معتني على ركبتيك وتكبر الله أكبر، ثم تفعل كما فعلت في الركعة الأولى تقرأ سورة الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم تقرأ ما تيسر لك من القرآن، وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر،
ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. وإن كانت الصلاة ثنائية، أي ركعتان كصلاة الفجر والجمعة، تجلس بعد رفعك من السجدة الثانية، وتنصب رجلك اليمنى مفترشا رجلك اليسرى، وتضع يديك على فخذيك إلا السبابة، فتحركها وتقرأ التشهد: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تقرأ الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم تلتفت يمينا وتقول: السلام عليكم ورحمة الله، وتلتفت يسارا وتقول: السلام عليكم ورحمة الله. أما في الصلاة الثلاثية كالمغرب والرباعية كالظهر والعصر والعشاء، فتقول فقط التشهد الأول بدون الصلاة الإبراهيمية، وتنهض قائما وتكبر: الله أكبر، وتضع يديك على صدرك وتقرأ الفاتحة فقط. وفي الركعة الأخيرة من صلاة المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء، نقوم بالتشهد الأخير مثل التشهد الأول في الصلاة، وتزيد الصلاة الإبراهيمية، ثم تلتفت يمينا وتقول: السلام عليكم ورحمة الله، وتلتفت يسارا وتقول: السلام عليكم ورحمة الله. هل أعجبكم هذا الفيديو؟ لمشاهدة المزيد من أعمال أسرتنا اضغطوا سبسكرايب هنا في الأسفل. هيا بنا الآن نتعرف معا على خطوات الصلاة. أولا، أبدأ بتكبيرة الإحرام، أرفع يدي إلى الأعلى وأقول الله أكبر، ثم بعد ذلك أقرأ الفاتحة، وأقرأ بعدها سورة صغيرة، أي سورة صغيرة أنا أحفظها. ثم أقول الله أكبر، وأرفع يدي وأنزل بالركوع، وأقول وأنا راكع سبحان ربي العظيم 3 مرات. أبدي رأيك الآن، نسي تكبيرة الإحرام عند بداية الصلاة، صلى بدون قراءة الفاتحة، صلى ونسي الركوع، ركع قبل قراءة سورة بعد الفاتحة، ما رأيك؟ هل صلاته صحيحة؟ هل أتم الصلاة بطريقة صحيحة؟ أحسنتم، لا، صلاته غير صحيحة، عليه إعادته مرة أخرى في الأولى لأنه نسي تكبيرة الإحرام، في الثانية لأنه صلى بدون قراءة الفاتحة، في الثالثة صلى بدون الركوع، في الرابعة لم يقرأ سورة صغيرة. بعد ذلك أعتذر من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده، وأقول الله أكبر وأسجد، وأنا ساجد في سجودي أقول
سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وأنا ساجد تكون قدمي بهذا الشكل، أصابعي بهذا الشكل، تكون باتجاه القبلة. أعتدل من السجود وأجلس قائلا رب اغفر لي. أبدي رأيك، نزل إلى السجود دون أن يعتدل من الركوع، سجد سجدة واحدة، صلى مسرعا فلم يسبح 3 مرات. هل صلاته صحيحة؟ هل أتم خطوات الصلاة صحيح؟ نعم أم لا؟ أحسنتم، هو صلاته غير صحيحة لأنه لم يتم خطوات الصلاة بطريقة صحيحة كما تعلمنا، لأنه نزل إلى السجود دون أن يعتدل من الركوع وسجد سجدة واحدة. بعد ذلك أكبر وأسجد مرة ثانية، ثم أقف للركعة الثانية وأفعل نفس الخطوات كما فعلت في الركعة الأولى. بعد ذلك، بعد انتهائي من الركعة الثانية كما فعلت في الركعة الأولى، أجلس للتشهد. هيا بنا الآن نستمع إلى التشهد. التشهد الأول والأخير، التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم نسلم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أبدي رأيك الآن، لم يقل التشهد في الصلاة، أنهى صلاته بدون سلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صلاته صحيحة؟ نعم أم لا؟ ولماذا؟ قارن بين صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة المغرب من حيث عدد الركعات، عدد الجلوس للتشهد، عدد التشهد. اذهب إلى ملف الأنشطة واختر النشاط المناسب لك، سجل فيديو للصلاة الصحيحة، صلاة الفجر، صلاة الظهر، وسجل فيديو أيضا للتشهد التحيات وأرسلهم إلى معلمك. شكرا لكم صف رابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.